في البداية كل سنة وانتم طيبين جميعا، واسمحوا لي ان انا اوجه لكم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكل عامل ولكل عاملة في مصر. وابدأ قبل يعني ما اتكلم معاكم الحقيقة، انا اللي اتشرفت بوجودي معاكم هنا، وبتشرف بكل صحيح يعني في الكلمتين السابقتين لزمايلنا بيقولوا يعني انك انت شرفتنا. لا، انا اللي بتشرف بيكم صحيح. ليه؟ لكل انسان بيبني وكل انسان شريف بيساعد في ان البلد دي تبقى بلد تقف على حيلها وتتقدم لقدام. لا، انا اللي اتشرف وانا اللي يسعدني وانا اللي شرفت صحيح. النقطه الثانيه ان انا عايز اقول لكم واحنا بس هقول لكم حاجه، طب انا بس عايز اقول لكم اللي حمى مصر ربنا، اللي حمى مصر ربنا، اوعوا تنسوا كده، مش حد تاني. اللي حمى مصر شعب مصر، كل بيت وكل لا 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 سيبك من الكلام. لا 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 لا، اللي حمى مصر شعب مصر، وانا بفكر نفسي وبفكركم بكده، لكل بيت مصري بسيط قدم ابن في الجيش وفي الشرطه، والابن ده يعني عند ربنا دلوقتي. هو ده مش انا، انتوا شعب مصر هو اللي قدم التضحيات عشان البلد دي تفضل بلد زي ما هي موجوده كده، مش انا. فكل التحيه ليكم وكل التحيه لكل اسره قدمت وبتقدم وهنقدم تاني. فعمال مصر الحقيقة يعني افتكروا بس خلال السنين البسيطة اللي فاتت، لأن العمال ما كانش دورهم فقط في الأربع سنين اللي فاتوا، لا، على مدار تاريخ مصر كله. هو مين اللي كان بيشتغل في المصانع والمزارع وفي كل حتة؟ ما المصريين اللي شغالين وعملوا ده. طب في الأربع سنين اللي فاتوا كان الموضوع بارز؟ صحيح، كان بارز. يعني هل حد النهارده يقدر ما ياخدش باله من اللي حفر قناة السويس في سنة؟ واللي عمل الأنفاق الأربعة في سنة ونص؟ وعمل محطات الكهرباء في سنتين؟ وعمل الطرق اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها واللي لسه شغالين فيها في الأربع سنين دول؟ والمزارع ده وكل الشغل اللي احنا ممكن لو قعدنا نتكلم عليه بيأكد حاجة واحدة، مش عدده، مش كإنجازه. ما أنا ما أقدرش ولا غيري يقدر في مكانه ده يعمل حاجة من غيركم. لا، بالله سبحانه وتعالى ثم بجهدكم. ولازم دايما يا رب أكون كده صحيح، يا رب أكون كده صحيح، يا رب أكون كده صحيح. فانتم يعني عمال مصر وعاملات مصر، انتم اللي بتقوموا بالدور ده، وانتم بتقولوا مبروك وبنهنيك وبتاع، وانا بقول لكم هتتعبوا معايا اكتر. صحيح. قبل ما انسى وابدا الكلمه بتاعتي، انتم في انتخابات عندكم، في انتخابات عندكم، مش كده؟ من فضلكم، من فضلكم اهتموا بالامور اللي زي كده، واهتموا بيها كويس قوي، واهتموا بان انتم تولوا عليكم من يصلح. اسمعوا كلامي بس، اذا كنتوا عايزين نطلع قدام في كل مجال، اختاروا، اختاروا كويس، واختار اللي هو اللي عنده منطق سليم وعنده انصاف وعنده امانه. ما تفكرش ابدا في ان ده ممكن يجيب لك اكتر، لا،
دور على اللي عنده منطق وعنده موضوعية وعنده إنصاف وعنده أمانة، لأنه لما هينصفك هينصف مصر برضه. ففي الانتخابات اللي انتوا الانتخابات من فضلكم نقوا، وما تفتكروش ان ده امر بسيط، ده مش ده صوتكم اللي انتوا بتدوه واللي احنا هنسمعه او من خلالهم هيطالبوا بحقوق وهيبقى عليهم التزامات. ففي الانتخابات اللي جايه من فضلكم، وفي كل انتخابات بصراحه، في كل انتخابات بصراحه، ما تستهونوش بالموضوع دوت وبعدين تقولوا ان احنا يعني ظلمنا انفسنا. لا، اختاروا كويس في النقابات وفي الانتخابات اللي هتتعمل، اختاروا كويس، وحتى في الانتخابات بتاعت المحليات اللي هتتعمل برضو اختاروا كويس، اختاروا كويس قوي، لان ده مهم قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر.